أعمل في عمل فيه مخالفات شرعية، هل تنصحني أن أترك هذا العمل مع العلم أنني أصرف على نفسي وأولادي من هذا العمل وليس عندي فرصة أخرى؟ إذا كان فيه مجال آخر للعمل تنتقل إليه، تنتقل إلى المكان الذي ليس فيه محذور شرعي. أما إذا كان ما فيه مكان وأنت مضطر للعمل فإنك تشتغل فيه مؤقتا إلى أن تجد بدلا عنه، مع مناصحة هؤلاء عن المخالفات والمعاصي، نعم، والإنكار عليهم.